حاجه هايله جدا. النادي الاهلي ناس فخوره جدا، ناس فرحانه جدا، رئيس الاتحاد الافريقي سعيد جدا من النادي الاهلي ينظم. وهقول المفاجاه لجماهير النادي الاهلي ان هو بيطلب تاني ان مصر تنظم تاني، وطلب رسمي طلب من الاتحاد ان احنا ننظم شهر 10 اللي جاي. جاي تكون فيها مفاجاه كويسه للجماهير المصريه ان شهر 10 اللي جاي ننظم تاني بطوله الانديه الافريقيه. شايفين ان مصر منظمه حاجه جميله جدا، شايفين الجماهير حضور جماهيري كويس جدا. فيعني الحمد لله دي رقم واحد. رقم اثنين طبعا ببارك لكل لعيبه النادي الاهلي البنات، جهاز سيدات، وكل البنات اللي بجد يعني هم عاملين دوره هايله خارج التوقعات، خارج توقعات كل الناس ان هم يعملوا بالمستوى ده ويلعبوا بالمستوى ده. النادي الاهلي لو كان اول ماتش وتاني ماتش قدر يعدي بمباراه، كان النهارده يلعب تاني مجموعه، يلعب كروس في ثلاثه مجموعه الناحيه الثانيه. لكن طبعا عملوا شوط كويسه جدا. حتى كنت قاعد مع سيد نائب رئيس النادي السيد عمرو فاروق والاستاذ محمد ضماطي، بنتكلم على مستقبل كره اليد بالذات في مصر وكده. فقال بنتكلم ان هي احنا ما بنشاركش كمنتخب، فقلت له القوام الاساسي بتاع منتخب مصر هيكون من بنات النادي الاهلي، وهو يعني ان شاء الله ياخد التجربه دي او يبتدي يعني يزق معانا ويقول ان النادي الاهلي يشترك في كل البطولات الافريقيه. مقتنع جدا جدا جدا، مقتنع بالبنات، مقتنع بكل حاجه. وقال ان شاء الله هنبتدي ناخد قرار نبتدي فرق السيدات للنادي الاهلي تخش البطولات الافريقيه باستمرار، لان هو برده يبتدي يدعم باثنين لعيبه بنات من بره، لان برده احنا لسه ما وصلناش للمستوى بتاعهم. لكن لو دعمنا اعتقد باثنين بنات اعتقد ان احنا هنوصل للمستوى الافريقي، ونقدر بعد شويه بعد سنتين ثلاثه نقدر نتواجد في محفل افريقيا زي عندنا فرقه الطايره بنات في النادي الاهلي هنا. شايفين ما شاء الله عليهم الناس، يعني نتمنى ده يحصل في الهاندبول. ده هيعود على منتخب مصر. احنا لازم نقول برضو انا بنتكلم ليه مع بعض، بنتكلم عن النادي الاهلي اكيد ده بيتي، لكن في نفس الوقت برضو ده هيعود على منتخب مصر. نقدر احنا نعمل منتخب مصر سيدات، منتخب مصر سيدات مش موجود، لكن بعد البطوله العظيمه دي لسيدات النادي الاهلي اعتقد ان احنا عندنا بنات قادرين تماما ان هم يقدروا يحققوا في 3-4 سنين لو عملنا خطه متكامله مع النادي الاهلي. النادي الاهلي لو دخل من اتجاه البطوله الافريقيه واحد دخلنا ان احنا نشارك، فنتمنى ده. اعتقد برضو ان رئيس الاتحاد الافريقي طلب مننا تنظيم بطوله المنتخبات السيدات في مصر على شهر 1 اللي جاي، اعتقد ده هيكون حاجه كويسه جدا جدا. تواجد هو عايز يدخل المنتخبات المصريه خلاص سيدات بعد ما شاف المستوى دي. جه في وقت الوقت وشكر الجهاز الفني كله بقياده كابتن تحيه حسني، كابتن بيسا مبسوط جدا جدا. الراجل مفاجئ قاعد يتكلم معايا قال لي مفاجئ تماما بالمستوى ده، انا ما كنتش متخيل كده. والنهارده بعد مباراه النهارده هو شايف ان السيدات عندنا رايحين في حته مختلفه في العالم. قلت له ما نحلمش قوي كده، نعدي بس البطولات الافريقيه الاول وبعد كده نشوف المستوى العالمي باذن الله. كابتن عاصم كان عنده اختيارات كتيره، لكن هو قدر بس يدقع اللي هو احمد ابو فتوح اللي هو حماصه، ابو فتوح حماصه وكده، هو اخده من نادي سموحه وتدعيم الوحيد اللي هو دعمه. هو شايف دي من وجهه نظره الفنيه، هو شايف ان هو داخل على ماتشات دوري، هو اتكلم معايا في حاجات كتير قبل كده، فدخل على ماتشات دوري بعد كده فبيدعم بواحد عشان ما يقدرش يفقد فرقته في المرحله الثانيه. لكن اعتقد ان النادي الاهلي في لعيبته ونادي الاهلي بمستواه اللي هو ده اعتقد بيقرب بنسبه كبيره للبطوله. اعتقد ان صاله جوه صاله النادي الاهلي حاجه مختلفه تماما. اعتقد ان هو بطريقه المشوار اللي احنا شفناه اللي هو ماشي فيه اعتقد ان النادي الاهلي اقرب فرقه للبطوله. باحترامي لكل الفرق الموجوده طبعا كلهم ولاد مصر وكده، فريق سبورتنج فريق جامد، بوجود احمد الاحمر اكيد، بوجود محمد علي اكيد، الفرق دي كلها فرق مصريه حافظه بعض، بالذات ان هو في الدوره المجموعه الاولى اكيد سبورتنج كسب النادي الاهلي، فاكيد في لسه امور برده موجوده. اعتقد حساباتها دي لازم تتحسب مظبوط لكل الفرق المصريه الموجوده. اتمنى طبعا من كل قلبي اكيد كاهلاوي وسيد اكيد لازم اتمنى الفوز للنادي الاهلي، لكن في الاخر هي مصر وهي بلدنا. اتمنى ان التنظيم يستمر على هذا الاداء عشان دي في الاخر منظر بلدنا، ويا رب البطولات الجايه باذن الله تكون احسن لينا باذن الله.